برحب بحضراتكم مره تانية. اكيد يعني كلامنا في فقره الصحافه هيكون منصب في ثلاث محاور، يعني اهمها طبعا نهائي كاس مصر والنادي الاهلي ومباراه المصري. اكيد مباراه هتبقى مهمه جدا، كل الاهلاويه طبعا ومحبين النادي الاهلي منتظرين هذه المباراه، خصوصا يعني النادي الاهلي بقاله فتره طويله ما اخدش هذه البطوله، فبالتالي يعني امنيه جميع الاهلاويه ان يحصل على النادي مره اخرى على هذه البطوله، يعني اعتقد من 2003 2004 لم يحصل النادي الاهلي على بطوله كاس مصر، فان شاء الله تكون 2017 حصول النادي الاهلي على كاس مصر ان شاء الله. ايضا عندنا محور اخر وهي الجمعيه العموميه الخاصه بالنادي الاهلي للتصويت على اللائحه الداخليه للنادي الاهلي، ودي اللي هتكون يوم 25 و26. هتكلم طبعا في هذه المواضيع مع النقاد الرياضيين، اولهم طبعا الناقد الرياضي استاذ محمد ابو الخير. برحب برحب اهلا بيك كابتن محمد، وسعداء ان احنا موجودين معاك شخصيا يعني، وسعيد ان انا معايا ايهاب لاني بقالي حوالي 13 شهر ما شفتوش من ساعه ما كان في البرازيل. طب كويس. ايضا معانا الناقد الرياضي استاذ ايهاب الفولي، برحب بيك استاذ ايهاب. ربنا يخليك كابتن محمد، ربنا يخليك كابتن سعيد بوجوده مع حضرتك طبعا. 13 شهر ليه؟ مش الصحفيين زي بعض؟ لا ما هو بقى في مشاغل الحياه، هو راجل يعني استاذنا يعني استاذ محمد، الله يخليك. طيب خلينا يعني في البدايه، انا يمكن كان في خبر استاذ محمد بخصوص النادي الاهلي والمباراه المرتقبه القادمه امام المصري في نهائي كاس مصر ان شاء الله هتكون يوم الثلاث، يمكن كان طلب مسؤول النادي الاهلي الكشف عن المنشطات، ويمكن بالاخص يعني التخوف من ترامادول. ترامادول ده بقى يمكن المفروض يعني نفرد له زي ما بيقول حلقه كامله، لان واضراره طبعا على اللاعبين، لكن يعني في بعض اللاعبين فعلا بياخدوا ترامادول، والنادي الاهلي ليه الحق ان هو يقول، او يعني هل النادي الاهلي فعلا ليه الاحقيه في ان هو يطلب هذا الطلب، خصوصا ان ده ما حصلش على مدار الموسم بشكل مستدام. يعني انا بدايه طبعا انا عايز اقول لحضرتك انه فكره الكشف عن المنشطات في مصر دي كانت جديده بالنسبه لنا، لانه في منظمه مصريه هي اللي بتقوم على هذا الفعل، وبتتفق مع اتحاد الكوره، عملت بروتوكول مع اتحاد الكوره، والمفترض ان هي بتاخد فلوس عشان تعمل العينات، ايضا الانديه برضو بتدفع فلوس عشان تعمل العينات، العينات عشان بتبعتها لبره بتاخد فلوس كتيره جدا. مؤخرا بقى عندنا معمل، لكن حتى الان اللي عملته القوات المسلحه حتى الان لم يتم اعتماده، وجاري في خطوات حساسيه كتيره جدا من المسؤولين في مصر للحصول على الموافقه. عايز اقول لك انه من حق النادي الاهلي او النادي المصري او اي نادي عامه ان هو يطالب بفكره الكشف عن المنشطات، لانه عشان بس احنا نبقى يعني نتكلم بصراحه وشفافيه، يعني في عارفين بعد مصر مرت ب 25 يناير في فتره بعديها حصل نوع من انه السوق المصري كان فيه ممنوعات كثيره جدا. بعد فتره وقامت ثوره 30 يونيو العظيمه، الحقيقه حصل نوع من قفلوا المفاتيح بتاعه هذه الممنوعات. يمكن انا يعني تجربه شخصيه، انا اشوف صناعيه كثيره جدا حرفيين كانوا بيشتغلوا بالكابتن محمد، يمكن انا هخرج على الاطار بس، لكن هي في الاطار يعني بيشتغلوا اكثر من 16 ساعه، فانا بسالهم يعني انتوا بتجيبوا الطاقه دي منين؟ لانه شغل بدني كبير جدا. فقال انا باخد ترامادول. بعد فتره يا كابتن محمد وهاب في حصل انه الترامادول مش موجود، وسعره وصل لاضعاف اضعاف اضعاف. الصناعيه اللي كانوا بيشتغلوا 16 ساعه ما بقوش يكملوا 4 6 ساعات، لانه جسمه تشبع بهذا المخدر. أيه. وبالتالي نفس الامر، لانه لعيبه الكوره هم جزء من نسيج المجتمع، وبالتالي لعيبه كتيره جدا كانوا بيعملوا عمليه قشط، يعني دايما كان في لعيبه مش عايز اذكر اسماء، كانوا قبل البطولات القاريه الكبيره المصريه بيروحوا في معامل بره ويعملوا عمليه كشح او قشط للمنشطات اللي هم بياخدوها قبل البطوله بشهر، يبتدي يعمل العمليه دي عشان لما يجوا يكشفوا عليهم في البطولات الرسميه ما يبقاش ان هو حصل على منشطات. في بعض اللعيبه بياخدوا ادويه فيها نوع من المنشطات ولكن مسموح بيها دوليا من الاتحاد الدولي، في قايمه بيسمح بيها. دي يعني ده نوع من العلاج، انما فكره انه تاخد منشط عشان يساعدك ان يبقى لياقتك البدنيه مضاعفه واعلى، وانك تظلم الفريق الاخر مثلا اللي هو يعني بيطبق نظريه الفير بلاي ان هو لا يلجا الى الطرق الغير شرعيه حتى يظهر بمستوى مش حقيقي. فالحقيقه انا شايف انه رئيس المنظمه، انا قريت له تصريح رئيس المنظمه بتاعه المنشطات، هو راجل بيعترض على فكره انه عايز يعمل الكشف على المنشطات دلوقتي، وانا الحقيقه مندهش جدا انت كفريق النادي الاهلي او كفريق النادي المصري او كمسؤول الاهلي ومسؤول المصري، من حقك ان انت تطلب الكشف على المنشطات، ودي يعني
قمه الروح الرياضيه، انه عشان ما حدش يقول مثلا انا وانت بالظبط كده، يعني لو لعبت الاهلي قدمه بشكل جيد ما حدش يقدر يشكك في قدراتهم، لانه ده ظلم باين جدا لما لاعب يجتهد. لانه انت عارف يا كابتن محمد، وانت كنت لاعب مهم جدا في الاهلي والمنتخب واحد سفرائنا في الخارج محترف وكنا بنفتخر بيك جدا، انه اللاعب راس مال اللاعب ان هو يرتاح كويس قوي طبعا، وان هو ياكل كويس اكل صحي مش اي اكل، وان هو يبقى منضبط. حياته مختلفه كده، حياته مختلفه، لانه في النهايه يعني فكره ان احنا خدامين عند الشغل مش عند حد، احنا خدامين بس عند الشغل. فشغله لعيبه الكوره بتحتاج انك تبقى منضبط، انك تبقى مطلع، انك سلوكك يبقى قويم، انك لا تلجا الى اساليب غير شرعيه، انك تتناول عقاقير غير شرعيه عشان ده ياثر على المستوى بتاعك، انك تنضبط في التدريبات. طب ان لعيبه النادي المصري مثلا او لعيبه النادي الاهلي لو قدموا لنا مباراه ممتعه في الفنيات وفي اللياقه البدنيه، لانه سرعات النهارده اختلفت في اللياقه البدنيه. احنا يمكن بعتقد انه يعني انا رايي الشخصي يعني انه لما احنا الانديه الكبيره عندنا تعاقدت مع مدربي لياقه بدنيه اجانب، ده افادنا كتير افادنا كتير، وده ظهر ان كل مدرب بيجي اجنبي يبقى عايز مدرب لياقه يا كابتن محمد معاه اجنبي. ده افاد انه المدربين اللياقه عندنا في مصر مدربين جيدين، بس احتكوا وشافوا ايه الاساليب العلميه والاحدث والاحدث اللي هم يقدروا يطبقوها في تدريب فرقهم. ده كان من نتيجته ان النهارده عندك ما شاء الله كوبر اختار 15 لاعب محترفين في اوروبا، ودي من سنوات ما حصلتش. يمكن احنا يعني تراثنا على كاس العالم 90 برضو، انت لو جيت وشفت وقيمت كام واحد احترف بره هتلاقي عدد اقل كتير جدا من 15 اللي هم اختيروا، وطبعا احنا عندنا العدد يفوق ال 20 محترف مصري ومستوى لياقه حاجه محترمه جدا ويتناسب مع الدوري الانجليزي النهارده عندك 5 محترفين مصريين ما شاء الله في الدوريات. فالحقيقه انا من خلال برنامجك الناجح انا بطالب المنظمه المصريه للكشف عن المنشطات، لانه اتحاد الكره حتى لو وافق لازم بياخد يجيب المنظمه عشان هي مش بقى يعني مش ماتش واحد، احنا محتاجينها، لان انت لو داخل على تطبيق دوري المحترفين استاذ ايهاب فانت لازم كل حاجه تبقى مظبوطه، ومنها طبعا الكشف المنشطات. لكن راي حضرتك برضه في طلب الاهلي في كشف المنشطات في مباراه نهائيه امام نادي النصر؟ هو طبعا من حق النادي الاهلي ان هو يطلب كشف المنشطات، بس يعني انا من وجهه نظري هو مش تقليل في فريق المصري لان فريق محمد قال لك انا وانت لان فريق المصري برضو النادي الاهلي والنادي المصري والزمالك وسموحه الاربع فرق دول كانوا بيشاركوا في البطولات الافريقيه وكانوا بيخضعوا لعمليه الكشف على المنشطات. فالفكره حته ان يبقى في فرقه من الفرقتين من وجهه نظر الشخصيه الاهلي او المصري، اعتقد من وجهه نظري بنسبه كبيره جدا جدا معظم كل اللعيبه اللي شاركت في البطوله الافريقيه اكاد اجزم ان جميعهم ما تناولوش اي منشطات، ولكن تتعمل العينه على الكل على الكل وعينه عشوائيه، لان ممكن في لعيبه ما شاركتش في البطولات الافريقيه سواء من الاهلي او من المصري عشان ما يبقاش في حد بعد كده يتحجج يقول لك مثلا ده نادي الاهلي اشرق لاعب مثلا بيجري او النادي المصري اشرق لاعب بيجري مثلا اكتر من السرعات المقرره. وده امر يعني احنا مشكلتنا ان احنا بنطلب يعني احنا بنطالب بالحق، المفروض الحقوق والواجبات بتبقى معروفه في بدايه المسابقه، انت بتشترك في مسابقه. احنا بنتكلم عن هي احنا بصدد تطبيق دوري المحترفين ولكن ما عندناش ادواته، ادواته ان انت عندك عقود تامينيه على لعيبه، عندك عقود لعيبه مرتبطه مع انديتها، عندك الكشف المنشطات الدوري بعد كل مباراه بعينه عشوائيه. احنا بنقعد نتكلم نقول هنطبق دوري المحترفين، هنعمل دوري المحترفين، ولكن بتيجي في النهايه بتصطدم بالواقع المؤلم ان انت ما عندكش الاليه في التطبيق، زي ما شفنا في حته تقنيه الفيديو. عملنا حاجات مؤسفة وعملنا جبنا ترابيزة حطينا الراجل قاعد عليها بتلفزيون صغير يتفرج عليه وكأن هي دي تقنية الفيديو، ولكن اتحاد الكرة عندنا في مصر عارف ان تقنية الفيديو بتطبق في دول كتيرة أوروبية، ولكن بتطبق فعلا تقنية الفيديو بالشكل الصحيح والمفهوم الواسع. وزي ما شفنا حاولنا هنا بس صراحة كان شكلها وحش برضه، ما انا بقول لحضرتك شكلها وحش، فانت لما تيجي تطبق
قدامك احنا ما بقيناش صغيرين في الكوره زي ما استاذ محمد قال لك، عندك 15 لعيب محترف. يعني لو انت مش باصص لنفسك يا اخي، بص لمحمد صلاح شكله ايه. بس احنا اخترنا 15 بس يعني. لا انا اكتر، بس 15 اللي هم يعني. انت مثلا بقول لك انت مش باصص لنفسك هنا، بص لمحمد صلاح مثلا شكله ازاي في وسط زمايله مثلا في ليفربول، هم شايفين الدوري المحلي عنده واحد قاعد على ترابيزه وقاعد حاطط جهاز صغير عمال يتفرج، ويجي واحد تاني يقول له لا هات. طبعا صوره مؤسفه. انت طالما شرعت في التطبيق لازم تطبقها بشكل مثالي وشكل قوي. طب هي لما هي حاجه جميله وحاجه متميزه وحاجه راقيه جدا اللي انت طبقته، ليه ما تطبقش؟ هي لا تناسب مصر يعني طبعا بما معناه. ولكن انا عايز اقول لك ان في لعيبه مميزه جدا في الدوري الاوروبي وافارقه، لكن طبعا امكانيات البلد بتاعتهم هي لحد ما في كره القدم بتخليهم ممكن يعملوا حاجه. لكن مصر اعتقد الامور فعلا لازم يبقى فيها تطوير في الجزء ده. لازم يبقى فيه تطوير ولازم يبقى عندك. انا بقول لك انت النهارده بتيجي بتخاطب انت لما تيجي بتتكلم بتقول ايه؟ مصر عايزه تروح كاس عالم. احنا بقى لنا في الحلم تنظم بقى كمان. يعني شوف انت بتتكلم في التنظيم. يعني شوف انا جاي لك بس في الحلم المشروع اللي من سنه 1990 لسه ما اتحققش، احنا عايزين نروح كاس عالم. طب اللي عايز يروح كاس عالم دوت المفروض يبقى عنده يعني منظمه او معامل معتمده تشوف ايه الاليه عشان تشغلها، عشان لما يجي النادي الاهلي مثلا او النادي المصري او نادي الزمالك ما يطلبش. ده مش طلب، هي مش سلفه، ده موجود. ده يعني ينفع النادي الاهلي، ينفع النادي الاهلي يتقدم بطلب ان هو يلبس شورت في الماتش الجاي او يلبس فانيلا؟ ما مش ممكن ينزل بفانيلا بحمالات، طبيعي جدا ان هو لابس شورت وفانيلا. لما تيجي انت تقول له ايه، اطلب الطلب بتاعك، فلما بيجي يطلبه بيبقى شكله وحش كانه بيشكك فيك. لا هو المفروض كان القائم على اداره اللعبه يعفيك الحرج من طلب حق المفروض يبقى متوفر في لعبه انت بتنشد بيها ان هي تبقى موجوده على الساحه العالميه. النهارده احنا بنتكلم في ان مصر موجوده فعلا على الساحه العالميه. زي ما حضرتك قلت احنا ما بنفكرش بس في الاسناد، احنا نظمنا بطولات عالميه. مش لازم نظمنا بطوله يعني لما جه رونالدينو مصر اتكلم على مصر قال لك مصر دي سبب انطلاقتي وانا بحب اجي مصر عشان احس البلد اللي انا طلعت من خلالها في كاس العالم للشباب. فقال لك دي مصر هي اللي انا. فانت النهارده لما تيجي بتنظم بطوله كاس عالم اليد، بتنظم بطوله كاس عالم سله، بتنظم بطوله عالم للطايره في شهر اغسطس الشهر الجاري، فانت بتنظم احداث عالميه. فالحاجات البسيطه ديت اعملها، اعمل اوضه حط فيها مثلا حكم تطبيق الفيديو، هات الاجهزه الجهازين ثلاثه اللي هم بيتباعوا بره هاتهم ركبهم واشتغل عليهم. شوف المعمل اللي عندك ناقص زي ما الاستاذ محمد قال لك، معمل القوات المسلحه ليه ما اعتمدش؟ شوف ايه اللي ناقصه واعتمده. صحيح، عشان ما نبقاش خطوات، عشان احنا بنجهز فعلا لدوري المحترفين. عايز اقول لكم ما دام احنا بنتكلم على دوري المحترفين والمحترفين يعني اللي انضموا لمنتخبنا الوطني النهارده، في او انتهت مباراه الارسنال وليستر سيتي بالتعادل 2-2. ويمكن طبعا الشوط الاول انا اسف انتهى 2-2. طبعا الدوري الانجليزي دوري قوي جدا، واكيد يعني حتى في الشوط الاول تلاقي 4 اهداف، الشوط الثاني هتلاقي نفس العدد ممكن. ولكن طبعا نجمنا محمد النني صنع هدف من اهداف الارسنال، فبالتالي كل التوفيق للنني ولكل المحترفين اللي بيشاركوا في الدوريات الاوروبيه. استاذ محمد خليني اكلمك على المباراه القادمه، مباراه الاهلي، رايك في نهائي كاس مصر ووصول المصري وتغلبه على نادي الزمالك في الدور قبل النهائي، ووصول النادي الاهلي وتغلبه على فريق سموحه بنتيجه كبيره جدا، على فريق سموحه زي ما بنقول الفريق القوي، الفريق العالي. صحيح، اولا انا بهني النادي الاهلي بصعوده، فريق الاهلي بصعوده لنهائي الكاس، وبهني ايضا النادي المصري البورسعيدي بصعوده لنهائي الكاس في سابقه ربما تكون يعني تاريخيه، لانه حوالي 16 17 سنه لم يصل الى هذه المكانه المرموقه انه يوصل لنهائي الكاس المصري، اقوى او اقدم مسابقه في مصر. انا شايف الحقيقه انه المصري حقق مفاجاه كبيره جدا انه يفوز على فرقه الزمالك 2-0، وفي مباراه الحقيقه كان هو متفوق بشكل كبير جدا. فريق الزمالك فريق كبير وفريق عريق واحد اقطاب الكره المصريه مع النادي الاهلي. دايما يقولوا الكره من غير اهلي او زمالك يبقى طعمها يعني مختلف، يعني مع احترامي لكل الفرق. يعني الاهلي الحقيقه برضو كانت فرصة مهمة جدا للكابتن حسام البدري انه يستعيد التوازن المفقود للفريق، خاصة بعد الخروج من البطولة العربية ومفاجأة احداث مباراته مع الفيصلي الاردني.
الحقيقة برضو بعد فكرة التدعيمات الأخيرة، لكن الحقيقة كان مهم جدا أن الأهلي يطمن جماهيره بأداء مقنع، مش فكرة أنه كمان يفوز يا كابتن محمد، لا، بأداء مقنع يعيد لأذهان النادي الأهلي أو جماهير النادي الأهلي أنه مازال النادي الأهلي نادي كبير ونادي قوي وبيضم فرقتين وبيضم من أقوى اللعيبة في مصر. وبالتالي مباراة الأهلي مع سموحة الحقيقة يعني كانت من جانب واحد، أنا بشوف أنها كانت من جانب واحد، الأهلي فعل كل شيء في عالم كرة القدم، كان يستطيع أنه هو يزيد عدد الأهداف، كان إمتى أنه يتحكم في رتم المباراة، إمتى يلعب، إمتى يقف، يعني كان الحقيقة المبادرة كلها من عنده. اطمنا بشكل كبير جدا على فرقة الأهلي ومستويات لعبته، العناصر الأساسية في الفريق، ايضا في عناصر اساسيه ما لعبتش من الممكن ان هي تلعب في مباراه المصري. شايف ان المباراه الحقيقه يعني هتبقى مباراه ممتعه في كره القدم ما بين الاهلي والمصري. طول عمرنا يا كابتن والله واحنا صغيرين ايام الكابتن الله يرحمه الكاستن، فطول عمرنا مباراه الاهلي والمصري بتحمل دايما يعني حميميه مختلفه بعكس مباريات الفرق الثانيه. انت تعلم انه يعني خط القناه في ناس بتميل شويه للزمالك، يعني خط القناه الاسكندريه بيميلوا اكتر للاهلي، خط الصعيد بيميل اكتر للاهلي، فهي دايما فمعروف دايما ان مباراه الاهلي والمصري بتمثل عيد حتى للمواطن البورسعيد، طول عمرها بتشهد منافسه شديده جدا ولكن داخل المستطيل الاخضر. حتى الجماهير والله العظيم فعلا يعني انا اقول الصدق، جماهير النادي المصري البورسعيدي يعني متيمة جدا بفرقة المصري ولا تميل للعنف. فأنا بشوف الحقيقة أن المباراة دي يعني هيكون فيها أداء كروي مهم جدا في شغل تكتيكي. كابتن حسام الحسن طبعا عايز وبيطمح أنه هو يفوز بالكاس، كابتن حسام البدري طبعا لديه طموح أكبر أنه هو يحقق الثنائية بعد فوزه المهم جدا ببطولة الدوري، ويعني بيسير بخطوات مهمة جدا وبشكل كويس أو قوي في الأدوار العليا النهائية في البطولة الأفريقية. وبالتالي كابتن حسام يهمه أنه يفوز بهذه البطولة لأنه هتدي الأهلي طمأنينة أكتر، يعني هتزود، شوف أنها بتعوض كمان خروجك من بطولة البطولة العربية، بالرغم من المهندس محمود طاهر لما طلع في المؤتمر قال لك احنا ما كناش الهدف، وكابتن حسام بدري برضه كان كلامه برضه صحيح، ما كناش الهدف هو الحصول صحيح على البطولة العربية أكثر من أن احنا نخش تمثيل لمصر من خلال طبعا وجود النادي الأهلي في هذه البطولة. صحيح، انت ما هو انت برضو كنادي كبير زي النادي الاهلي لازم يبقى عندك تفاعل مع المجتمع والدوله المصريه. يعني ايه يعني انت لا انت مش في جزر منفصله، لا، في وقت معين الدوله المصريه بتحتاج انه النادي الاهلي يلعب مع فرق معينه، يلعب مع فرق معينه، لكن كان قرار سياسي وقرار مهم جدا وجيد جدا انه الاهلي يشارك في البطوله العربيه. كثير. صحيح، لانه البطوله العربيه يا كابتن محمد بتقام على ارض مصر، وبالتالي ليس من المنطقي انه فرقه زي النادي الاهلي وفريق زي نادي الزمالك ما يشاركوش فيه، اكبر ناديين في الوطن العربي واكبر شعبيه، وبالتالي اذا ما كان سهل جدا يقولوا ان احنا هنقيم البطوله في اي دوله تانية، يعني كان ممكن يعملوها في المغرب، يعملوها في الاردن، يعملوها في سوريا، او عفوا في الخليج، في السعوديه، لكن كون ان هم يعني تمسكوا باقامه البطوله العربيه، اقصد القائمين على الاتحاد العربي باقامه البطوله في مصر، وحتى اتحاد الكوره ومسؤولي اتحاد الكوره برئاسه المهندس هنا ابو ريده كان عندهم اصرار ان البطوله تقام في مصر، كون ان بقى البطوله تقام في مصر وبالتالي انا لازم اشارك فيها كنادي اهلي. تيجي تقول لي بقى محمد فاروق ده عناصر رئيسيه وايهاب عناصر رئيسيه، انا يعني في النهايه انت الظروف الفنيه ما كانتش مساعداك، لانه انت يعني جت في توقيت انتهاء موسم دوري، وموسم كان طويل، لانه لو الدوري يا كابتن محمد يعني ابتدى في التوقيت المعلن وانتهى في التوقيت المعلن ما كانش هيبقى فيه نوع من التلاحم. صحيح. المواسم اللي احنا شفناها، وبالتالي لعيبه النادي الاهلي كان عندهم اجهاد، فلازم كان العناصر الرئيسيه كان يريحها الكابتن حسام وهو مجبر على راحتهم، لانه ما كانش ينفع ان هم على طول يشاركوا. فكره راحتهم كمان يا استاذ محمد، طبعًا ذهاب ده في مصلحه منتخبنا بالظبط، تخيل لو عبد الله ولا حجازي ولا رامي يعني كلهم سعد سمير حصل واحمد فتحي طبعا. سعد سمير اتصاب بقى يعني العين ماسكاه طبعا. كان ايه اللي كان هيحصل في منتخبنا الوطني يعني في الفتره القادمه برضه؟ ما هو هيخسروا اللاعبين المميزين في المنتخب. ما هو المنتخب منين بقى؟ المنتخب من الاهلي والزمالك. صحيح. طول عمرهم ممكن يبقى 15 لاعب من الاهلي واثنين من الزمالك او سبعه، ممكن تتعكس، ممكن خمسه اهلي وخمسه زمالك، لكن يعني في النهايه الكيان الرئيسي دايما للمنتخب الوطني الاول هو من النادي الاهلي. صحيح. ونادي الزمالك. طب انا عندي في الفتره الاخيره الكيان الاساسي للنادي الاهلي للمنتخب كان في حوالي
7 لعيبه من النادي الاهلي، وبالتالي انا من يعني من مصلحتي انا كمنتخب ان انا اريحهم. انا كان سهل جدا ان انا اعاند وما اريحهمش، كابتن حسام يعاند وما يريحهمش ويلعب وكان يفوز بالبطوله، لكن كانت الخساره والسلبيه هتعود على المنتخب. كابتن محمد انت عارف ان احنا عندنا مباراتين مهمين جدا، اوغندا احنا لو فزنا ان شاء الله يعني يبقى دخلنا كاس العالم ودي فرصه تاريخيه. فانا بشوف كان ممكن الاهلي يبقى براجماتي ان هو يبص لنفسه وماليش دعوه بالمنتخب وماليش دعوه بالكره المصريه، وانا اريح العب باللعيبه بتاعتي وتفوز وهفوز بفلوس والجماهير هتسقف لي وكلنا هنسقف. لكن في النهايه يعني انت لازم، انت بطل رياضي، بطل رياضي انا بقول بطل رياضي ده ممكن يبقى رئيس النادي المهندس محمود طاهر، بطل رياضي بتنطبق على الكابتن حسام البدري، بتنطبق على مدير الكوره، بتنطبق على اللعيبه. بطل رياضي انه لازم يبقى عنده في فتره ما قرار رياضي يساهم في التلاحم مع المجتمع. صحيح. هذا القرار هو كان انه يشارك الفريق في البطوله العربيه دون انه يعني وانت ليه بتقول انا مش مطالب مني ان انا افوز، لانه انت فريق بطوله، فريق النادي الاهلي لما بيشارك في اي بطوله لازم الجماهير يا كابتن ايهاب مطالبه ان هي تقول لازم نفوز بالبطوله. صحيح. هل انت شفت مشاركه النادي الاهلي ان هو فكره الاداء المشرف في اي بطوله؟ وبالتالي يعني حتى في المباراه مباراه الفيصلي يعني النادي الاهلي بيحاول يعني مش في دماغه ان هو حتى لا خالص يعني انت ماسك الكوره الماتشين يعني 40 فرصه راحوا امام 3 فرص يعني لو منطق الكوره تحكيمي في كوره صالح جمعه. ذهاب يعني برضو راي حضرتك في نهائي كاس مصر وصول طبعا الفرقتين سواء بقى النادي الاهلي كان على حساب سموحه ونتيجه كبيره على النادي الاهلي وايضا فريق الزمالك، ومش مفاجاه انا يعني بنشوف ان فريق المصري على مدار الموسم كان مع كابتن حسام البدري بيقدم حسام حسن بيقدم كوره جيده، وفي نفس الوقت يعني في المباراه نفسها مباراه الزمالك كان متالق بشكل كبير كابتن حسام حسن في ادارته الفنيه وايضا اللاعبين كانوا متالقين بشكل كبير. مبدئيا كده كابتن محمد لازم لما نيجي نبص على على وصول النادي الاهلي ونادي المصري المباراه النهائيه لازم نبص لمتغير مهم جدا ممكن البعض او الكثيرين يغفروا. الاهلي والمصري هم الفريقين الوحيدين في مسابقه الدوري اللي حافظوا على الاثنين المديرين الفنيين بتوعهم من ساعه ما بداوا لساعه لغايه ما انتهى الموسم، كابتن حسام البدري مدير فني النادي الاهلي وكابتن حسام حسن المدير الفني للنادي المصري. فده بيدي لك معنى ان الاستقرار وال يعني استقرار الاجهزه الفنيه وتواجد الاجهزه الفنيه لفترات طويله بتحصد لك وبتحقق لك نتائج ايجابيه، وزي ما شفنا مستوى فرقه النادي الاهلي بيتحسن من وقت لاخر بغض النظر عن الاوقات اللي بتبقى فيها ضغوط عصبيه او ضغوط يعني ضغوط التلاحم المباريات على فرقه زي فرقه النادي الاهلي. وبنفس الشكل برضو شفنا فرقه زي فرقه النادي المصري بتيجي الناس بتشيد بالاداء وبالمستوى وباللعيبه اللي موجوده. فالاستقرار يعني مبدا ومتغير مهم جدا في كره القدم. طبعا لما نيجي نتكلم على نهائي الكاس انا من وجهه نظري هيبقى نهائي ممتع جدا بين فرقتين بيحبوا الكوره، بين مدربين عندهم الجراه والشجاعه التعامل على المستطيل الاخضر بعشق لكره القدم. ما فيش مدرب فيهم نازل خايف من المدرب الثاني، الاثنين عندهم جراءه. يعني الاهلي مش بيلعب فريق مثلا مدربه هينزل يحط ال 18 ال 11 لعيب بتوعه في المنطقه ويوصل المباراه يبقى كل طموحاته ان هو يوصل بالمباراه لضربات الجزاء. لا، انت هتلعب قدام فريق عنده طموحات، عنده من المطامع ان هو يدخل المباراه ويكسب وعنده جراه. بنشوف كابتن حسام حسن بيدفع بعدد من العناصر الشابه. النادي الاهلي الناحيه الثانيه دوافعه كبيره جدا ومهمه جدا. لما مباراه زي مباراه سموحه اكدت واثبتت ان النادي الاهلي يعني بيضم عدد كبير جدا من اللعيبه المتميزين اصحاب المهارات العاليه جدا، يعني تقدر تقول عليهم بلغه الكوره عباقره او صناعيه كوره، زي مثلا وليد سليمان، زي صالح جمعه، زي احمد فتحي رغم غيابه عن الفريق في فتره من الفترات. تيجي تبص الناحيه الثانيه برضو المصري بيضم عدد كبير من اللعيبه المتميزه. فما تيجي تلاقي كل دوت بيتجمع في مباراه نهائيه فرقتين بيسعوا كل فريق. النادي الاهلي قعد فتره طويله مثلا ما خدش بطوله كاس مصر، بيطمح ان هو يفوز بالكاس ويرجع لدولابه بطوله مهمه جدا ويبقى فتحه خير لطريقه لان انت بتحصد كل البطولات في الموسم الحالي. انت خدت بطوله الدوري،
الفوز بيجيب فوز، لو خدت بطولة الكاس هتبقى عينك على البطولة الأفريقية وعينك على بطولة السوبر، عينك يعني الانتصارات بتفتح الشهية بتاعتك. الناحية التانية كابتن حسام حسن بيحلم ان هو بعد 19 سنة النادي المصري ما حققش لقب او ما شاركش في نهائي كاس، ان هو ينتصر لنفسه، لان لما تيجي تبص كابتن حسام حسن على رغم مسيرته التدريبية ديت ولكنه يفتقد الفوز ببطولة. لو قدر يحقق كابتن حسام حسن البطوله، طموح ان انت تحققه كمان مع النادي المصري في ظل ظروف صعبه بتمر بيمر بيها الفريق المصري، فريق جماهيري، ولكن انت صنعته. يعني زي ما المهندس سمير الحلبيه قال لك، الفضل كله يرجع لكابتن حسام حسن وجهازه الفني. فاعتقد كل الدوافع دي بتصب في مصلحتي وفي مصلحتك وفي مصلحه استاذ محمد، مصلحه الجماهير، ان احنا نشوف وجبه كرويه دسمه تخلينا نطلع نستمتع بمباراه فنية على المستوى الفني. أيوة. مباراة ممتعة كعادة مباراة نهائي الكاس خلال الفترة الأخيرة. توقعاتك في المباراة دي ايه طب أستاذ؟ والله أنا توقعي الشخصي إن النادي الأهلي ياخد البطولة، لأن النادي الأهلي عنده من الخبرات وعنده من العناصر الموجودة اللي تأهله إن هو يحصد اللقب، بعكس فريق المصري بيفتقد للخبرات، بيعتمد على الحماسة وعلى يعني حماسة الشباب، لكن في مباراة الكأس بتبقى أصحاب الخبرات بتبقى ليها الفضل في حسم المباراة. طبعا يمكن كمان النادي الأهلي في النهائي بالذات مع النادي المصري 7 مرات ست مرات للنادي الأهلي، ودي المرة السابعة، 6 مرات النادي الأهلي فاز في ال6 مباريات، ولا مباراة للنادي المصري حقق فيها الفوز. حقيقي. أستاذ محمد، توقعك قبل ما أتحول للمحور الثاني، محور الجمعية العمومية الخاصة بالنادي الأهلي، توقعك للمباراة النهائية؟ يعني توقعي، أنا عندي إحساس إن الأهلي هيفوز، لكن المباراة دي دايما بقول لك بيبقى فيها تنافسية جميلة قوي ومفاجآت كبيرة وتغيير تكتيك بشكل مختلف، والمدرستين قريبين قوي من بعض، كابتن حسام البدري وكابتن حسام حسن، فأنا شايف هيبقى فيها مفاجآت في عناصر التشكيل والاختلاف والتبديل. لكن بعد إذنك، يمكن أنت ما سألتيش، بس أنا عايز يعني من خلال برنامجك أوجه تحية للأستاذ سمير حلبية رئيس النادي المصري. هذا الرجل منذ أن تولى المسؤولية بشكل مؤقت هو أعاد الهدوء للنادي المصري، مفيش مشاكل، راجل بيتعامل بسياسة هادئة جدا. كم من المرات انه طلب انه يعني يعيد الاجواء، وانا شاهد على ذلك مع المهندس محمود طاهر، خاصه مع النادي الاهلي، خاصه بعد الازمه ومش عايزين نفتكرها يعني. يعني هو طلب، يعني عايز يعيد الاجواء مع النادي الاهلي، دايما بيتكلم عن النادي الاهلي بشكل طيب قوي، لا يدير الكيان النادي المصري بشكل عصبي، اعطى مساحه كبيره جدا لحسام حسن في فكره انه اللعيبه اللي هو يشتريهم. يعني يمكن انا عرفت من فرقه النادي المصري اللي هي بقى لها اكثر من سنه جابوها بحوالي 350 الف جنيه اللي هي رجعت الدوري تاني بعد العقوبات اللي وقعت عليها، وده معناه انه يعني مش شرط ان اللعيبه المهمين قوي يا كابتن محمد يبقوا موجودين في الدوري الممتاز، في عندنا لعيبه في ربوع مصر كلها، ده اللي بيحصل وده الاسماعيلي اللي بيعمله. اسماعيلي بيعمل ايه؟ عنده كشافه كويسين، بيروحوا يجيبوا لعيبه ب 30 40 الف جنيه، وبعد سنه مش عارف ايه فكره انه خبر الاهلي عايزه او الزمالك ومش يبتدي السعر بتاعه يعني فيه. لكن الانديه الكبيره زي النادي الاهلي ما عندوش وقت ان هو يجيب لعيبه صغيره كل وقت، لا هو بيطلع من عنده على قد ما يقدر موهبه او اتنين بيشاركوا مع الفريق الكبير، ثم بعد ذلك لو في موهبه يعني نادره جدا يقدر يجيبها. طيب يمكن توقعك ان الاهلي هيفوز؟ توقعي بس عشان انا مش موجود في قناه الاهلي ولا بشجع الاهلي، لا خالص والله، هي فكره اطمئنان، لا هي فكره اطمئنان للاهلي بعد اداءه امام سموحه طبعا. هو الحقيقه يعني طمن جماهيره يعني بشكل كبير. الاهلي يا كابتن محمد كان بيلعب في الدوري وفرقه كبيره وعنده، بس انا ما كانش من بدايه المباراه ما عنديش اطمئنان انه ممكن يفوز. هو ده الفرق. انا حتى الان اعيد لي الثقه في فرقه الاهلي انه تفوز في اي مباراه. تمام، انا مستند لكده يعني عشان ابقى منطقي، بس يعني طبعاً ابقى منطقي فاهم طبعا الجزئيه دي. يعني طبعا بخصوص اللجنه يعني الجمعيه العموميه الخاصه بقى بالنادي الاهلي واللي هتبقى ان شاء الله يوم 25 و26، يمكن في مقاله للاستاذ محمد صيام طبعا الناقد الرياضي الكبير، اتكلم على يعني سؤاله لوزاره الرياضه او وزير الرياضه عن الديمقراطيه، وان احنا بنقول احنا كدوله حتى لما بنيجي نعمل انتخابات للرئاسه وطبعا بناخدها على 2 أو 3 يعني، فبالتالي وبيبقى طبعا تيسيرا للناس، فبالتالي امامنا طبعا على الشاشه استاذ محمد صيام طبعا الناقد الرياضي الكبير بيتكلم طبعا عن لماذا لا يحب الوزير الديمقراطيه ويخرج عن
رياضة الرئيس. طبعا المهندس خالد عزيز ما فيش شك طبعا من الـ من الـ من الناس المحترمة جدا. صحيح. من الشخصيات المحترمة جدا واللي بيدير الرياضة بشكل مميز جدا. شفنا طفرة كبيرة جدا في عهده بصراحة وقد ايه هو يعني محاور بشكل كبير يعني بياخد المشاكل بهدوء زي بعض. صحيح. في الإدارة صراحة مميز جدا. لكن طبعا النقطة مش في الآليات يعني. أستاذ محمد صيام في 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 المقالة بيتكلم على النقطة أو الهدف من الانتخابات هو مش الآليات أنت هتعمله يوم ولا يومين ولكن وعي الناس هو الأهم. صحيح. الديمقراطية الأهم. صوتهم. صحيح. هو الأهم. فبالتالي يمكن ده مقالة أنا قريتها النهاردة للأستاذ محمد صيام ودي حاجة مميزة جدا بيسأل فيها وزير الرياضة طب ليه أنت معترض على إن النادي الأهلي يعمل التصويت على الجمعية العمومية الخاصة باللائحة الداخلية بتاعته على يومين معترض ليه سيادة الوزير؟ هي ده كان مضمون مقالة بتاعت أستاذ محمد صيام النهاردة. طبعا صيام صديق شخصي ومن الكتاب الجمال جدا طبعا يعني انا بتفق معاه في اللي حضرتك قلته في الطرح اللي انت قلته. انا مندهش جدا اللائحه او القانون اتعمل عشان يمكن المهندس خالد عبد العزيز نفسه الحقيقه يعني كان هو اللي بادئ بفكره انه عدم تدخل الجهه الاداريه وانه يدي صلاحياته كلها للجنه الاولمبيه واللجنه الاولمبيه هي تبقى مسؤوله فنيا عن الاتحادات وشؤونها في حين ان الجهه الاداريه ممثله في وزاره الرياضه تبقى ممثله او تبقى مسؤوله عن الجانب التنظيمي او الجانب المالي لو في مشكله ماليه او حاجه زي كده زي ما بيحصل في العالم كله. ثم الحقيقه يعني انا كنت معاه هذا الكلام وهذا الطرح لكن الحقيقه انا بتوقف عند فكره الجمعيه العموميه للنادي الاهلي او اي نادي عامه. يعني انت النهارده في اللائحه الاسترشاديه او في اللوائح بتاعتك او في الماده الرابعه من القانون انت بتعطيني الصلاحيه ان انا اعمل الجمعيه العموميه. انت ما قلتليش الجمعيه العموميه نصا وصراحه يبقى يوم ما كتبتش كده يوم ما كتبتش يوم. كويس. حاجه تانية النهارده انت بتقول لي الجمعيه العموميه تبقى في المقر الرئيسي. ايه المقر الرئيسي والفرع والبتاع؟ انا النهارده مثلا في النادي الاهلي عنده ثلاث مقرات او ثلاث افرع. الفرع الوحيد هو فرع 6 اكتوبر اللي في الشيخ زايد ده اسمه فرع. المقر التاريخي للنادي الاهلي في الجزيره ده اسمه المقر النادي الاهلي. فرع النادي الاهلي في مدينه نصر اسمه الفرع. فرع ما اسموش يعني عفوا اسمه المقر ما اسموش الفرع. في فرق اما تيجي تحول الفرع المقر وفي فرق انه المقر أو الفرع موجود لسه ما تحولش لمقر. وبالتالي شيء طبيعي جدا انك تعمل الجمعيه العموميه في مقر الجزيره ومقر مدينه نصر. كمان انت عشان ما تعملش اشكاليه لانه الفرعين او المقرين بيقعوا في محافظه واحده اللي هو تتبع محافظه القاهره. صحيح. عشان بعد كده ما حدش يتفلسف ويجي يقول انت عملت يوم في مثلا في الجزيره ويوم وعملتش يوم مثلا في القاهره ويوم في الجزيره. يوم في القاهره ويوم في الجيزه يبقى انت في محافظتين مختلفتين. اعتقد هتبقى اشكاليه ويطلع حد يعمل يتفلسف لنا فيها. وهي النقطه ان انت مع حتى الان يا استاذ ايهاب انت مشكلتك في الفتره اللي فاتت ان الاليات اللي كانت بتحصل في الانتخابات كانت في الاول وفي الاخر بتخليك يبقى في بطلان. صحيح. للانتخابات. صحيح. صحيح. مش عايزين نقع في المشكله دي تاني. طب احنا عملنا قانون الرياضه ليه وبنشتغل عليه وبنعمل ليه ان الانديه او المؤسسات اللي هي تحت اللجنه الاولمبيه تبقى حره في التعامل عشان التدخل الحكومي والكلام اللي احنا كنا عاملين نقوله قبل ما يطلع قانون الرياضه استكمالا لكلام حضرتك. يعني الفكره انت كجهه اداريه او لجنه اولمبيه او وزاره رياضه انت يعني انت ساعدت الانديه ان هي اديتها بتديها الاليه ان هي يعني مع الجمعيه العموميه بتاعتها تدير شؤونها داخل النادي. وبالتالي ايه اللي يديرك انت يعني فكره انه الجمعيه العموميه تعقد على يومين او ثلاثه او اربعه؟ طب ما هي دي حصلت. يعني احنا في الانتخابات الرئاسيه انت لو تتذكر استاذ ايهاب اعتقد معايا تذكر انه فكره انك مثلا تعمل عمليه تجميع التصويت اتعملت التصويت وخدنا مساحه عشان انك تدي فرصه للناس اللي ما راحتش وتقول لا او تقول ده قرارها. صحيح. يعني هذا شانها. كمان انت فكره انك لما تيجي تصحح ولا عمليه رصد للاسماء اللي هي عشان تعمل السكور بتاع النتيجه بدل ما هي 10 ايام قعدوا حوالي بتاع 20 يوم برضو عشان تدي اريحيه ان يبقى في عمليه رصد مهمه عشان لو حد شكك في النتيجه بعد كده يبقى انت عندك الدوكيومنت موجود. صحيح. فانا الحقيقه بمنتهى المنطقيه وبمنتهى الحياديه انا مش شايف اي مبرر وشايف ان هناك نوع من يعني انا بغلس عليك.
يعني انا اجي اقول لك عامل جمعيه العموميه بس لو سمحت اعملها على يومين عشان يبقى في اريحيه، يبقى العضو بتاعي يجي. يعني ايه القيمه يا كابتن محمد يا استاذ ايهاب ان انا النهارده مثلا عضو في النادي الاهلي او اي نادي عامه اروح في يوم الاقي 13 14 15 الف في نفس الوقت وفي عز الحر مش هقدر اخد نفسي. احنا كلنا نتذكر الانتخابات اللي فاز فيها المهندس محمود طاهر اللي كان سكور فيها 25 امام المهندس المحترم المهندس ابراهيم معلم 25 75 25. هل حد كان يتوقع كابتن محمد انه هذا العدد من البشر او من الاعضاء الجمعيه العموميه يروحوا يحضروا؟ اللي وصل اكتر من حوالي 20,000 او 25,000 راحوا. انت كنت تتفرج على مقر الجزيره، اتحدى لو كان حد يقدر يمشي، لكن انت رايح لان النهارده انتخابات، وبالتالي لو هتنتخب ايهاب فرايح، لو هنتخب محمد فرايح، لكن انت بتتكلم على فكره انك هتقول نعم او لا للتعديلات اللي عملها النادي الاهلي اللي هي بتحمل مستقبله. وبالتالي انا النهارده انت بس كلنا بشر، انت النهارده بتتكلم العيد ان شاء الله كل سنه طيبين، هيبقى يوم ايهاب 31 تقريبا 31، انت هتعمل الجمعيه يوم 25 و26، وانا عندي مدارس وعندي جامعات وعندي فلوس ومش لاقي فلوس عشان الجامعات والمدارس، والعيال عايزين يروحوا يومين قبل المدارس يروحوا اي حته يومين. يعني اقصد الفتره دي بتاعه الاسر المصريه تبقى محتاجه الوقت، واعتقد ايهاب حتى اساله وانت برضو مش قادرين تقعدوا مع اسركم عشان الشغل. نعم تقعد يعني خلينا برضو اضيف حاجه مهمه جدا، وفي اللائحه اعتقد ان اللائحه الخاصه اللي استلمها طبعا اعضاء النادي اللي كانوا موجودين وقت المؤتمر الصحفي للمهندس محمود طاهر، اعتقد لائحه مميزه جدا شارك فيها طبعا يعني رجال قانون زي الاستاذ رجاء عطيه، استاذ عبد المجيد محمود النائب العام، طبعا مستشار عبد المجيد محمود طبعا النائب العام السابق، يعني طبعا ناس قامه في القانون. اعتقد ان اللائحه دي هي نموذج اعتقد هيحتذى به بعض الانديه في لوائحهم الداخليه في الفتره القادمه. فبالتالي يعني النادي الاهلي دايما زي ما بنقول هو قاطره رياضيه بتشد بقيه الانديه وراها ان شاء الله لمستقبل الرياضه المصريه يكون في احسن حال. استاذ ايهاب خليني اسالك برضو يمكن نفس السؤال ورايك في هذه المشكله اللي موجوده حاليا، في ان يمكن وزاره الرياضه واللجنه الاولمبيه يعني بيحاولوا تعرقله، ما اعرفش انا مش حابب اقول عرقله، ولكن في الاول وفي الاخر انا ايه المشكله لما اعمل الجمعيه العموميه على 25 26 يومين؟ يعني بص انا ايه، انا بحب اتكلم بالمفتشي كده، ما بكسفش من حد. اول حاجه انا عايز يعني لازم نحط نقط على الحروف. ماشي دلوقتي كلنا سمعنا او كلنا شفنا المشكله بتاعت الدكتور وليد عطا رئيس اتحاد العاب القوى مع المهندس هشام حطب، تمام، واتهموا الدكتور وليد عطا ان هو غير حاصل على مؤهل عالي وان هو لم يؤدي الخدمه العسكريه. وتساءل الدكتور وليد عطا كيف يكون رئاسه اللجنه الاولمبيه في يد من لم يؤدي الخدمه العسكريه وفي يد من غير حاصل على المؤهل العالي. وبعد كده فوجئنا ان في طلع كلام تاني بنفس الكلام من اكتر من حد ومن اكتر من جهه، وحتى الناس وجهت سؤال للوزير المحترم المهندس خالد عبد العزيز، احنا عايزين نشوف شهاده المهندس هشام حطب وعايزين نشوف موقفه التجنيد. فالموضوع ما لا شفنا شهاده المهندس هشام حطب ولا شفنا الموقف بتاعه من التجنيد. لما نيجي نشوف اللائحه الجبريه اللي مطلعها اللجنه الاولمبيه، وهي مش لائحه استرشاديه، اللائحه الاسترشاديه انا لما اكون مسافر في حته وتديني دليل الاسترشادي ان انا ممكن اروح الهرم، ممكن اروح جنينه الحيوانات، ممكن اروح البرج، اروح اي حته، لكن انت ما تدينيش جبر ان انت لازم تنزل تروح الحته الفلانيه، انت بتجنيني عشان تجبرني. تمام. لما نيجي بنتكلم النهارده واجي ابص في اللائحه الجبريه اللي حطها اللجنه الاولمبيه الاقي فيه نقطتين مهمين. نقطه المؤهل المتوسط الخدمة العسكرية والخدمة العسكرية اللي هي الاتهامات اللي كانت موجهة من الدكتور وليد عطا للمهندس هشام حطب. لما الاقي اللجنة الأولمبية أغفلت البندين دول في لوائح الأندية. لما اجي انا للمؤهل بس النادي الاهلي حطها؟ لا انا بقول لك على اللائحه بتاع اللائحه الاسترشاديه، ما هو الخلاف هنا النهارده الخلاف ايه بين لائحه النادي الاهلي واللائحه الجبريه بتاعت اللجنه الاولمبيه. ايه الخلاف؟ الخلاف ان النادي الاهلي حط المؤهل واللجنه الاولمبيه ما حطتش المؤهل. النادي الاهلي حط الخدمه العسكريه صراحه كده واللجنه الاولمبيه ما حطتش الخدمه الايه العسكريه. النهارده ايه ليه اللجنه الاولمبيه بيموت او بيستموت على ان لائحه النادي الاهلي ما تخرجش للنور؟
اول حاجه النهارده لما تيجي تشوف المؤهل المتوسط بدون التقليل بدون التقليل من حمله المؤهلات المتوسطه، منهم اخواتنا ومنهم اهل ابهاتنا وعمامنا وعلى دماغنا من فوق بدون تقليل منهم. النهارده رئيس الجمهوريه اول حاجه شرط في ترشح رئيس الجمهوريه ان هو يبقى مؤهل عالي. رئيس الوزراء لما يجي يرشح، لما يجي سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي يقول للمهندس شريف اسماعيل انا عايزك ترشح لوزير البترول، ينفع المهندس شريف اسماعيل يدي الحقيبه الوزاريه يقول له والله عندنا عم احمد اللي واقف على البريمه بتاعت الساحل الشمالي ده راجل 100 نديها له وهيمشي لك الحقيبه زي الفل؟ في شروط. ينفع النهارده وزير الشباب والرياضه يجي يعين في النادي الاهلي مدير تنفيذي بدبلوم تجاره؟ ينفع؟ مش في شروط؟ طب ازاي يبقى المدير التنفيذي لنادي الاهلي مؤهل عالي والرئيس النادي الاهلي دبلوم تجاره؟ هل يستقيم؟ نادي الاهلي، نادي الزمالك، نادي الترسانه، اي نادي. تمام. فالنهارده انت حطيت اول حاجه هم بداوا يستخبوا في شعبيه الكابتن الخطيب. قال لك اصل عايزين يمنعوا الكابتن الخطيب. اول حاجه انا طلعت رديت كابتن الخطيب مؤهل عالي خريج المعهد العالي للدراسات التعاونيه بكالوريوس تجاره، مؤدي الخدمه العسكريه بتاعته، يعني ملهوش دعوه بالموضوع. القصه خلاف بين اللجنه الاولمبيه اللي عندها ازمه في المؤهل وازمه في التجنيد. وقصتها مش مع النادي الاهلي. لا، هي عايزه ده ما يبقاش البند، مش عايزه الاهلي يعمل سنه يمشي عليها بعد كده كلها. الزمالك يمشي عليها، مثلا سموحه يمشي عليها، يجي بعد كده يقول لك ازاي الاهلي والزمالك فيها كده واللجنه الاولمبيه. يعني احنا دوله بنطالب بالعلم في الرياضه كمان بالذات في المرحله الجايه. طيب لازم تاهل كوادر الفتره الجايه كمان يبقى في احسن حال، خصوصا في المانجمنت والاداره طبعا. يبقى انت عندك هنا غرض والغرض مرض. لما تيجي تقول لي انت النهارده الراجل بيجي يقول لك حط بندين، ما بيقولكش خلدني، لان محمود طاهر لو اغفل البندين دول الجمعيه العموميه للنادي الاهلي مش هتنساله ده ابدا ومدى الحياه. هو بيعمل، هو ممكن يعمل ايه النهارده؟ اولا محمود طاهر موجود على كرسي مع احتفاظ بالالقاب على كرسي رئاسه النادي الاهلي. اي شخص موجود، كابتن حسن حمدي، كابتن الخطيب، كابتن عادل القيع، اي شخص من رموز النادي الاهلي المهندس محمود طاهر ما كانش هيعدي الكلام دوت، لان ده هيبقى لائحه بتشتغل بيها النادي الاهلي خلال الفتره الجايه. صحيح. لا هي بنود بتورث مجلس المهندس محمود طاهر الحالي، بتورثه ان هو يقعد 8 سنين و12 سنه و20 سنه و30 سنه. هو بند الثمان سنوات اتلغى كمان. ولا هو ولا هو الراجل مثلا القصه قصته هو، ممكن يقول لك ايه طب والله الناس اتهمت المهندس محمود طاهر فتره من الفترات ومجلسه ان هو مجلس معين، وان هو وزير الشباب والرياضه اللي جايبه، وهو طلع رد قال لك ده انا ما رضيتش اعمل ازمه للدوله، احنا هنمشي على نهج الناس ونقول ان هو مجلس معين. ماشي؟ طب المجلس المعين دوت هو بيصطدم ليه مع اللي عينه؟ بيتخانق ليه مع وزير الشباب والرياضه؟ يبقى النهارده لما تيجي بقى هنتفق على روايه الناس ونقول الراجل ده معين وزير الشباب والرياضه عينه، يعني هو راجل ليه مصلحه مع وزير الشباب والرياضه، طب ما يقول امين، هو عامل دوشه ليه؟ النهارده احنا قدام لائحه، انا بقول لك لائحه جبريه بتجبر الانديه المصريه، مش النادي الاهلي، بتجبر الانديه المصريه ان هي تخلي يعني المقلوبه معدوله، تيجي تخلي ان انت مدير التنفيذي للنادي مؤهل عالي ورئيس النادي مؤهل متوسط. صعبه دي. طب ازاي؟ طب ازاي ده هيفكر في الكيره تمشي الراجل اللي متنور ومتعلم اكتر منه؟ طب ابتدي عدل بقى في كل الوزارات اللي في مصر، وعدل في كل الادارات التعليميه، قول ان من حق اي حاصل، يعني النهارده وكيل وزاره التربيه والتعليم في مصر ما تخلوش مؤهل عالي، انت بتشترط ليه ان مدير عام بدرجه مدير عام مؤهل عالي؟ لا، الغي. انت النهارده بتكرس مبدا قانوني مهم جدا ان الحاصل على المؤهل المتوسط يبقى رئيس منظومه اللي هي مؤسسه رياضيه. النهارده انت لما بتيجي تقول هدف وجود الانديه ايه؟ هدف وجود الانديه صناعه بطل اولمبي. هدف وجود الانديه ان هي بتمثل مصر في محافل دوليه. يبقى انت المفروض اللي على الهرم بتاع النادي دوت راجل مؤهل عالي، راجل خدم بلده. صحيح. وادى الخدمه العسكريه، ولا احنا نجيب واحد افاق، واحد هربان من الجيش، واحد يعني
ما حلفوش التوفيق ان هو يكمل تعليمه. النهارده الجامعات فتحت لكل من هو صاحب مؤهل متوسط ان هو يكمل ويعدل وضعيته، وبقى التعليم مفتوح امام الجميع. صحيح. احنا ليه عايزين نحجر على الانديه المصريه ان هي يبقى بيدير المنظومه منظومه الانديه دي اشخاص اصحاب مؤهلات، اشخاص اصحاب ادوات تؤهله ان هو يصنع لبطل اولمبي، تؤهله ان هو يبقى غيور على بلده. النهارده انا لما انا اديت خدمه عسكريه واجي ابص الاقي مثلا تيجي تقول لي مثلا جنس فلان الفلاني، اقول لك لا مش هجنس، انا راجل بخدم تراب وطني لكن انا خلعت من الخدمه العسكريه. وتيجي تقول لي النهارده ايه عندي سين وصاد هيتجنسوا، ما يتجنسوا، هتدي الانتماء ازاي؟ هو انا حاسس بيها عشان فقد الشيء لا يعطيه. فالنهارده ارجع اقول تاني، هي الازمه موجوده بين النادي الاهلي وبين المهندس هشام حطب على ترسيخ مبدا وجود قصه المؤهل العالي وقصه التهرب من التجنيد، لان في هنا نقطه ما ردش عليها فكرها الدكتور وليد عطا للمهندس هشام عطا، وانا بطالب المهندس هشام حطب ان هو يرد عليه. طيب انا يعني هكمل في حته اللجنه الاولمبيه، ويمكن استاذ محمد انا هروح لفاصل، لكن تعتبر الكلام اللي بيقوله استاذ ايهاب ان اللجنه الاولمبيه بتخرج عن سياسات الدوله مثلا، لو احنا بنتكلم خلاص بقى بنتكلم بعيد عن الرياضه بقى كده، ان كل واحد بيبقى ليه اهدافه واهداف خاصه فبيحطها في البنود او اللائحه الاسترشاديه زي ما بيقول استاذ ايهاب، او اللائحه الجبريه زي ما بيقول استاذ ايهاب، ان خروج عن سياسه الدوله هي الديمقراطيه، وان انا ليا حق ما دام انت اديتهوني ان انا ازاي اتعامل من خلال الجمعيه العموميه، والجمعيه العموميه اللي تقرر مصير النادي ومستقبله. فبالتالي اعتقد ان ده خروج عن سياسه الدوله في نفسها لو بنتكلم اللجنه الاولمبيه بتشتغل على الجزئيه دي. خليني بس يعني ده السؤال اللي بساله حضرتك، وهروح لفاصل وارجع نجاوب عليه مع حضرتك. فاصل سريع وارجع اكمل كلامي عن الجمعيه العموميه الخاصه بالنادي الاهلي ان شاء الله يوم 25 و26 واصدقها طبعا سواء بقى مع اللجنه الاولمبيه او مع وزاره الشباب والرياضه. ما زلنا طبعا بنكمل كلامنا عن الجمعيه العموميه الخاصه بالنادي الاهلي ان شاء الله، والتصويت على اللائحه الداخليه الخاصه بالنادي الاهلي في الفتره القادمه من خلال طبعا يوم 25 و26 ان شاء الله. كل التوفيق للنادي الاهلي، وزي ما بنقول صنع مستقبل ناديك هو ده الاهم. تعال قول، تعال المهم شارك، قول رايك، عايز تقول لا لا بس المهم الجمعيه العموميه بالنادي الاهلي جمعيه مميزه، واكيد كلنا عندنا وعي يعني خاصه يعني النادي الاهلي نادي كبير، وزي ما بنقول هو قاطره رياضيه بتمشي وبتجر وراها باقي الانديه المصريه بشكل كبير لمستقبل ان شاء الله مميز للرياضه المصريه. استاذ محمد كنت بسالك قبل الفاصل على دور اللجنه الاولمبيه، ويمكن بتخرج يعني بالشكل اللي احنا شايفينه ده عن سياسات الدوله اللي هي السياسات الديمقراطيه، وان انت بتدي الفرصه للانديه انها ممكن تاخد حريتها في التعامل، سواء بقى تحط يومين ثلاثه، تحط عدد من صحيح. النسب هو النسبه 8% تقريبا من الجمعيه العموميه. فبالتالي يعني راي حضرتك في جزئين، هو حكايه النسب، ارجع لحكايه النسب، حكايه النسب الاهلي هو من اكبر الانديه في العموم، وبالتالي النسبه تختلف يعني صحيح. ممكن النسبه دي يعني مثلا النهارده كان المصري البورسعيدي كانت الجمعيه العموميه بتاعته ايوه مش بشكل جيد، واعتقد هم كام 2000 ده يعني الناس مش متخيله يعني العدد، كل العدد كله بيبقى صغير يبقى افضل، ممكن يتناسب معايا يوم، لكن انا النهارده 13000 ونص ما يتناسبش معايا يوم، وبالتالي انا من حقي كنادي اهلي ان انا احط الاليات اللي هي تنفذ الشكل العام والقانون العام واللائحه اللي الدوله بتطالب بيها، سواء الدوله دي ممثله في وزاره الرياضه او اللجنه الاولمبيه. انا بشوف الحقيقه اللجنه الاولمبيه بتتعامل مع النادي الاهلي يعني اسمع الكلام يا بابا يعني فاهم، وكانه النادي الاهلي ده بيبي وكانه هو الاب مسؤول. فانا شايف الحقيقه ان السلوك العام للتخاطب والتحاور فيما بين اللجنه الاولمبيه والنادي الاهلي عليها علامات استفهام كثيره جدا. يمكن ده مرجعه انه اول مره اللجنه الاولمبيه تدير الرياضه، بمعنى ان هي تبقى مسؤوله
اداريا عن او فنيا عن فكره الانديه او الانتخابات بتاع الاتحادات المصريه، والعمليه كبيره جدا بالنسبه لها، لانه في النهايه مثلا رئيس اللجنه الاولمبيه له كل التقدير والاحترام على المستوى الشخصي، لكن هو في النهايه هو رئيس الاتحاد الفروسي، وبالتالي الخبرات بتاعته اللي اكتسبها من الاتحاد الفروسي، يعني في سباقات الخيل والبتاع. النهارده هو بيدير الحركه الاولمبيه، وبالتالي الحركة الأولمبية أو اللجنة الأولمبية، أنت بتتكلم في حوالي 24 اتحاد، يعني رياضات مختلفة، كرة قدم، كرة سلة، بولينج، مش عارف إيه، يعني في ألعاب مختلفة. أول مرة بقى النهاردة اللجنة الأولمبية الحالية اللي مسؤولة عن الرياضة هي بقى لها ما كملتش 4 سنين، وبالتالي هي مسؤولة النهاردة عن الأندية ومسؤولة عن الاتحادات كلها. فأنا شايف هناك فراغ إداري كبير جدا في عملية الكوادر التي يجب أن تدير الحركة الأولمبية. ما ينفعش نفس المجموعة هي الموجودة حاليا ما عندهاش خبرات في الإدارة إن أنا أقدر أدير على كل الاتحادات، أقدر أدير العملية كلها على الأندية. ما تيجي تقول لي طب ما هو كانت وزارة الرياضة، أي وزارة الرياضة عندها الكوادر بتاعتها، الكوادر الكبيرة جدا، وعندهم خبرات اكتسبوها من خلال الإشراف على الانتخابات وعلى اللوائح وعلى الأمور التنظيمية. لكن النهاردة الشكل العام اللي أنا شايفه أنه الجميع يريد تصدير مشكلة إلى النادي الأهلي. هذه المشكلة هي فكرة إحراج محمود طاهر. أنا ده رأيي الشخصي وقد يتفق أو يختلف. فكرة محمود طاهر ليه؟ لكن عملية أنه بحرقه، أنا بحرقه لأنه الراجل ده نجح، الراجل ده حقق إنجازات كبيرة جدا، الراجل ده اشتغل بضمير، الراجل ده عمل برند النادي الاهلي اللي هو بقى اصبح النهارده حصلت فلوس شغاله، عمل امبراطوريه النادي الاهلي، امبراطوريه الكوره، امبراطوريه استثماريه بمعناها الواسع يا كابتن محمد، ما بعنيش فريق الكوره بس، انا بعني المؤسسه كلها. وبالتالي دايما كانوا هناك تحرش، يعني هما بيعملوا اللائحه اصل 8 سنين مش هتمنع الخطيب، هتمنع بيبو، اصل مش عارف شهاده الجامعه هتمنع بيبو، هو ما فيش غير بيبو، ما اللي عايز يدخل ما يدخل، مع احترامي وتقديري للجميع لاي حد اللي في النادي الاهلي مفتوح الجيم لاي حد. الفكره دلوقتي احنا مش بنتكلم على الانتخابات، احنا بنتكلم على اللائحه النهارده. ما الذي يدير اللجنه الاولمبيه ان هي مجلس الحالي ان هو ينجح في جمع الاعضاء الجمعيه العموميه لاعتماد اللائحه؟ ايه اللي يديرها في كده؟ الذي يحدث الان انه هناك خطوات يعني وتم الاعلان عنها في اللحظات الماضيه، يعني كلها بتنم على انه مش عايزين الجمعيه العموميه تكتمل يا كابتن محمد، مش عايزين الجمعيه العموميه تعتمد اللائحه، لكن خاصه بالنادي الاهلي اعتقد جمعيه عموميه واعيه وفاهمه واعيه، لكن انا من قراءاتي، يعني هقفل لك دي على طول، من قراءاتي انا اشعر وكانه الجمعيه العموميه الحقيقه بعد عمليه الشحن هناك حاله استنفار لدى اعضاء الجمعيه العموميه في النادي الاهلي. تتوقعها ازاي؟ طيب انا اتوقع انه هيحضر اكثر من 13,000 عضو في مدينه نصر، واكثر من 13,000 في الجزيره، ليكون هذا رد قاطع على جميع من حاولوا ان يضعوا العراقيل امام اجتماع الجمعيه العمومي. السؤال بقى، ما هو كمان هيجوا لك لو انت نجحت وجبت 14 او 13,000 او 12,000 ونص زي ما هم عاوزين في مقر مدينه نصر، يعني وده اليوم الاول كويس، هيجي يقول لك لا ما ينفعش برضه، خلاص كده يا جماعه، يعني انت جبان لو جبتهم هيجي يقول لك ما ينفعش، مش المفروض كده نجح ولا يعني المشكله ان هو هيحط لك قصه مش هيألف بقى تاني، لا هو هيحط لك عراقيل، هو مش هيشرف لك عليها، مش هيبعت لك موظفينه، يعني النهارده انت لما تيجي بتخطره ان انت هتعمل على يومين هو بيكمل سلسله الازمات اللي بيصدرها لك، فهيبطلها لك زي ما هو بيقول، فانت رايح لازمه. طب ايه الاليه اللي عنده ايهاب انه يبطل؟ ما هو انت جايب لجنه قانونيه بتشرف على القضاء، بيشرف على اجراءات الجمعيه العموميه، كويس كده؟ وبالتالي الاستقلاليه، لكن هيجي النهارده مثلا هيشيل مجلس محمود طاهر، هيحلوا نعم؟ مش هيجيب موظفين الجهه الاداريه يعملوا يراقب لك الجمعيه. ما هو انت عشان تعمل هتعملها انت، يعني عشان النادي الاهلي عشان يعمل بآلياتك انت. لا ما ينفعش. ما هو لازم انت برضو بتعمل جمعيه عموميه، المفروض الجمعيه العموميه ليها شكل وليها انصاب. طب انت لو عملتها في اليوم الاول في مدينه نصر هو مش هيبعت لك استاذ محمد، انت المطلوب منك كام عشان الجمعيه العموميه تنجح او النصاب بتاعك؟ 12,000 12,000 ونص ماشي. طيب انت لو جبتهم ما هو 14 ما في اليوم الاول كده نجح خلاص، ولا هتستنى؟ هل هو هيجي يامن لك؟ ما هو النهارده النادي الاهلي بيطلب، الاهلي بلغ ان هو بلغ الجهه الاداريه ان انا هعمل على يومين. هل وزاره الشباب والرياضه هتعترف بالجمعيه العموميه اللي هي تنعقد على يومين وتبعت لك في اليوم الاول موظفين الجهه الاداريه عشان تتم عمليه الجمعيه العموميه في اطارها؟
ولا وزارة الشباب والرياضة يعني هتضع العقراقيل امامك وتكمل في تصعيدها مع النادي الاهلي ترفض ارسال جمعيه عموميه. فانت المفروض دلوقتي قدام جمعيه عموميه، انا بطالب بوزاره الشباب والرياضه الموضوع، اقعدوا مع مجلس اداره النادي الاهلي وشوفوا لو اللائحه اللي النادي الاهلي مقدمها او هيعرضها على اعضائه فيها عوار او فيها بعض البنود انتم متحفظين عليها تناقشوا معاه فيها، لكن ما ترفضش يعني في التوقيت الحالي بقى خلاص لان ما فيش وقت يعني. لا في وقت، انت لو انت معترض يعني النهارده انا ايه مرفوضش عشان الرفض، اقعد شوف يعني اعمل يعني اجتماع مع مجلس الاداره واقعد وشوف لو في بند ولا بندين انت متحفظ عليهم ناقشهم، ولكن انت رافض فكره الرفض للرفض لا، انا شايف ان ده تصعيد غير مبرر اصلا. يعني كلامنا كتير في الموضوع ده خصوصا يعني ان حاجه تهم طبعا جميع اعضاء النادي الاهلي، شايفين طبعا كابتن طاهر ابو زيد ومجموعه طبعا هتبقى موجوده مميزه، اعضاء النادي الاهلي يعني نجوم كبار ويعني اعضاء جماعيه مميزه ما شاء الله عليها صحيح. كم كبير زي ما الاستاذ محمد بيقول صحيح. او عدد كبير من البشر زي ما احنا بنقول صحيح، هو كل فئات المجتمع موجوده الحقيقه. يعني انا بشكركم واكيد هيبقى 25 و26 اتمنى ان تبقوا موجودين معانا هنا في الاستوديو، احنا هنبقى معاكم الصبح لانه الحدث ده لان من 9 الصبح انا بقترح عليك من 9 الصبح تبقى متواجد بس مباشر استاذ جمال العصر اليوم ده اليوم ده استاذ جمال ما بيتاخرش طبعا يعني بشكرك شكرا جزيلا ربنا يخليك كابتن محمد يخليك الله يخليك محمد انا بشكرك بشكرك جدا وشرف. بعد فاصل ان شاء الله هيكون معايا نجمين من نجوم مصر طبعا كابتن سمير كمونه وكابتن رضا شحاته، هنتكلم بقى عن مباراة نهائي كاس مصر، يمكن هنتكلم ايضا على القائمة الافريقية وايه اللي ممكن كابتن حسام بدري يفكر فيه الفترة القادمة واستعدادات طبعا الفريق لمباراة النهائي ان شاء الله يوم الثلاث. كل التوفيق ان شاء الله لفريق النادي الاهلي. فاصل وارجع استقبل الضيوف.